متابعينا الاعزاء، متابعي بكبير ميديا في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظه الدقهليه. الطفل الجميل مصطفى، يعني اللي والدته للاسف الشديد انتقمت من والده ومن جده فيه وخنقته او انهت حياته خنقا بشرب، زي ما احنا شايفين جده شايل صورته ومتواجد هنا امام محكمه جنايات المنصوره لنظر القضيه طبعا في ثالث جلساتها. النهارده هنسمع تفاصيل مؤلمه جدا، وازاي يعني عارفين ان الام هي احن الناس على ابنائها، لكن النهارده هذه الام كسرت كل قواعد البشريه والقواعد اللي اتخلقنا والفطره اللي فطر عليها البني ادم. النهارده انهت حياته، هنسمع تفاصيل من الاب طبعا، من الجد، وهنعرف ايه السبب. هتعرفنا بحضرتك في البدايه. انا جد الطفل مصطفى الحفلاوي. سبب التفاصيل اللي هي خنائته وشنائته كانت ماشيها مش كويس. ايه اللي خلاك تقول كده يا حاج؟ اللي خلاني اقول كده المحمول بتاعها، اتكشفنا عليه صور مؤلمه، صور ما فيش واحد مسلم يرضى يبص لها. يعني كانت تقصد كانت بتتواصل مع ناس ثانيه؟ ايوه. طب هو زوجها فين؟ ابن حضرتك فين؟ زوجها في الخير في السعوديه. كان على علم بالكلام ده؟ لا 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 لا. طب هل انتوا واجهتوها لما تلاقيتوا الفيديوهات او عرفتوا؟ أيوة الكلام ده؟ واجهناها، واجهنا اهلها كمان. بعتنا لاهلها وقلنا لهم تعالوا خدوا شوفوا بنتكم عامله ايه. جم بس ما جوش عندنا. قعدوا عند واحد تاني وبعتوا طرف منهم عمها اللي جنى البيت. سمعناه الرسايل ووريناه. قال خلاص يا عم الحاج ستروا عليه. قلت له يا عم عشان خاطر الطفل اللي بيننا وبينكم انا هستر عليكم ومانيش جاي لأيتها حاجه. يعني انتوا طلبتوا بالانفصال في هدوء؟ في هدوء. وابنكم او الابن الطفل يكون مع مين؟ مع الام ولا معاكم؟ مع الام. هي عملت رد فعل، رفضت ولا قالت ايه؟ هي خدته لما عمها جنى البيت. قال خلاص يا عم الحاج ستروا علينا واحنا هنحل الموضوع ده ايه؟ سلم. تمام. قلت له يا عم ماشي، وانا عشان خاطره، لان بينا وبين بعض يعني عشان خاطر مصطفى. انا مش متكلم ولا عجايل ولا عايل. نخلص بالمعروف نخلص. هو خد بنت اخوه اللي هي ام الطفل وخدها وركبها في السياره بتاعته وطلع من عندنا والمغرب بيقول الله اكبر. هي راحت عند اهلها. راحت عند اهلها. وفوجئتوا بعدها ان الولد، سمعتوا ان الولد مات. الطفل معاها. اه. ما موتتوش. هي كان في دماغها ان هي هتقعد فتره وهنروح نجيبها. انما هنجيبها ازاي وهي ماشيه مش كويس. خلاص انتوا قررتوا الانفصال. قررنا نتفصل. عرفتوا ازاي بخبر وفاه مصطفى؟ عرفنا ازاي؟ كان في ناس وصلت خير من عندهم من بلدهم. جابوا لي مره واحده في الثلاث اشهر اللي هي قعدتهم في بيت ابوها. وبقت تهددنا على التليفون وتقول وحياه النبي اللي زرت ما انت شايف الطفل نهائي. هي قالت لك كده؟ اه قالت. اه. والمحمول خدوه في المباحث. ادعت لكم في البدايه ان هو مات اثر دور اصابته بدور سخونيه، وان هو مات من دور سخونيه. الله يرضى عليك. ايه اللي خلاكم شكيتوا واكتشفتوا ان الولد مات مشنوق؟ اللي خليني شكيت لقيت الولد ملفوف في بنطه حريمي ما يرضاش لو مؤاخذه، لو عندي في اي حاجه ما ترضيش تلف فيها كتير. حريق بتاع دي بنطه حريمي اجرك الله. هل شفت فيه اي اثار او كشفت عنه شفت فيه اثار؟ كان نايم على رجلي. تمام. اخدت وصممت وانا في السياره وصممت لازم اشوفه ميت بسبب ايه. انت قلبك كان حاسس؟ قلبي حاسس لانه كان عندنا قبلها ب 10 12 يوم المره الوحيده اللي هو جه بها عندنا. كان يقول لي ما تودنيش يا جد. بالله عليك يا جد ما توديني. قلت له لا يا حبيبي ده امك. انا احوشك عن امك؟ ما اقدرش احوشك عن امك. وهم قالوا يجي. قالوا الولا يجي. ما يباتش. بيت نبي العافيه. وجه الوسطى قال الساعه 9 هاخده معايا واودي له.
جخد ووديه. لما اتصلوا علينا وقالوا الطفل مات بعد الفجر يطلع بنص ساعة. قلت لي لو مؤاخذة عندنا احنا ناس فلاحين معناش يعني لا. داخل الحظيرة بعمل تحت لو مؤاخذة البهايم لقيتهم بيدعوا علي وبيقولوا لي تعالى يا ابو مصطفى بيسمى على اسم عمه. قلت خير يا رب. بيندهوا علي الناس دي بدري ليه؟ عاوزين مني ايه؟ المهم طنشت اول زعجه تاني زعجه قلت لا بقى ده يبقى الزعجه عليا اما اطلع لهم. طلعت لهم بره الشارع لقيتهم ايه بيقولوا تعالى ايه البقاء لله. قلت يا ما بقاش فيه عادي صححت. انت كنت متعلق بمصطفى وكنت حاسس ان هو اول طفل عندكم في العيله جدا قضت علينا كلنا بموت الطفل. طب قول الاثار اللي حضرتك شفتها في جسد مصطفى ايه؟ لقيت رقبته دي زي الطرحة اللي على راس حضرتك سودة سودة بحمار. خدته وطلعت بيه على المستشفى العام بتاع السن باللوين والدكاترة طلعوا من المستشفى قالوا لا ده الواد ده ميت مشنوق ما بقاش فيه عدل ساعتها. شفنا تمام اعمل ايه؟ ست المستشار اخدوه مني وراحوا بيه على التلاجة حطوه في التلاجة واحنا بقى طلعنا فوق بقى عند المباحث قعدنا للساعه تطلع اكتر من 12 او 1. شفنا خلال الجلسه الثانيه النهارده طبعا ثالث الجلسات شفنا خلال الجلسه الثانيه وشفنا المتهمه او الام للاسف الشديد اللي تجردت من كل مشاعر الانسانيه والامومه والرحمه بتدعي ان هي مريضه نفسيا وان هي كانت بتتلقى العلاج على ايدي احد الاطباء النفسيين داخل مدينه السنبلاويين. هل كنتوا بتلاحظوا عليها اي حاجات غير طبيعيه اي تصرفات غريبه؟ مسكلة زر والله والله قعدت في بيتي 5 سنين ما اشتكت من حاجه. كانت ماشيه كده في امان الله وطالعه على السلم بتاع البيت بتاعني لابسه شبشب كبير اتكعبلت فيه اتكسرت رجلها اتكسرت خدتها وعملت لها عمليه كلفتني 7000. لكن كانت تصرفاتها طبيعيه طبيعيه خالص بقول لك ما خدتش اسبرين. طب كانت بتروح لاطباء نفسيين او لا حاجه؟ لا 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 تمام والله لم حصل والنبي اللي زرته ما حصل عليه الصلاه والسلام. هم هيقولوا ايه؟ مش لاقيين لهم حاجه يقولوها. يعني طبعا سياده المستشار بنرحب بحضرتك. السلام عليكم. اتعرفنا بنفسك. شكري جاد المحامي انا وكيل المجني عليهم في القضيه اللي هي خاصه بقضيه الصلاه احمد اكلوهاني. القضية صعبة قوي الناس مش متخيلة ان ام تعمل كده في ضناها. هي القضية بتختلف الطبيعة البشرية وبتختلف دور الامومة اللي هي المفروض تقوم بيه لان بدل ما تربي هي وعدت حياة الطفل وهي ضيعت الطفل وهي قالت ان هي ضيعت الطفل علشان تنتقم من اهل الطفل وده طبعا اللي هي اعترفت بيه كله في التحقيق. ويعني جريمة اصلا يعني جريمة في حق المجتمع ككل. يعني الجد بيقول احنا تم رصد بعض الفيديوهات الخارجة وتأكدنا من علاقتها. هل الكلام ده مجرد ادعاء مثلا اثار حزنه ولا الكلام ده صحيح؟ هي اصلا بداية هي المشكلة اللي هي زي ما حصل في التحقيقات فالوالد الجد الطفل طبعا اللي هو اكتشف الجريمة وغرض الانتقام للاسف الشديد ان وسائل التواصل الاجتماعي لما تستخدم من المجتمع او الافراد اللي في المجتمع لا يعوا وسائل التواصل اللي بتدخل كل بيت فهي بتكون سبب اغلب الجرائم اللي هي بترتكب الايام دي. فعلشان كده احنا بنشوف جرائم اصلا شاذه غير طبيعيه وغير موائمه مع النفس البشريه. فوسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بتخش البيوت كلها وبتخش على الزوج وعلى الزوجة وعلى الابن وعلى البنات اللي موجودة في البيت للأسف الشديد بيتم تحريك هذه الوسائل التواصل بيشز عنها ارتكاب جرائم تخالف الدين وتخالف الشرع وتخالف المجتمع وتخالف طبيعة المجتمع. احنا النهاردة بنشوف جرائم غير معتاد عليها. أم بتقتل ابنها، أب بيقتل أولاده وزوجته، وخال بيقتل أولاد أخته، أولاد أخت بيقتلوا خالهم،
كل الجرائم اللي هي بترتكب والزوجه اللي بتقطع جوزها وتحطه وتعمله في اكياس كلها جرائم تخلف طبيعه البشريه. هذه الجرائم هذه الجرائم لو احنا بندور فيها بنلاقي في حد وراء الثقافه اللي هي الدينيه والوازع الديني والوازع المجتمعي، ما هيش مرتبطه الا بثقافه بتدخل علينا بتؤثر على المجتمع من خلال وسائل التواصل. هي كلها مستحدثه على الشعب المصري المعروف بطبيعته وفطرته، كلها للاسف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي دخلت كل بيت. النهارده هل بالفعل الجد او اسرة الاب تم رصد بعض الفيديوهات الخارجة على تلفون الام؟ بداية قضية اسراء اصلا كانت البداية اصلا في قضية اسراء اصلا، عشان تبقى انت عارفة ان الفيديوهات تم استخدام الوسائل زي ما الجد بيقول، واللي هي اصلا المتهمة اصلا ادلت في التحقيقات نتيجة هذه الخلافات اللي هي سبت البيت بتاع جوزها اصلا ومشت وراحت بيت ابوها طبعا واهلها، وبناء عليه ترتب الجريمة اللي هي كانت يعني هي وكان الانتقام اللي هو موجود كان اساس الجريمة اللي هي ظهرت زي ما الجد بيقول. لكن طبعا احنا ما كناش بنحقق في قضية فرعية، انا عندي قضية القتل اللي هي الجريمة الكبيرة البشعة اللي هي تم ارتكابها من الام اللي بتقول انا كنت مشغلة القرآن قبل ما ارتكب الجريمة. لا والبشعة ان هي اسرتها المرة اللي فاتت معانا خلال ظهورهم كانوا بيقولوا دي صلت الاستخارة وصلت وسمعت قرآن وقامت قتلاه. طب ايه علاقة ده بده؟ ما هو ده انت لو سمعت القرآن مش هتعمل حاجة زي كده. علشان كده زي ما انا بقول حضرتك ان الوازع الديني وان الثقافة بتاعت المجتمع وان التواصل الاجتماعي اللي بيدينا ثقافة تانية غير موجودة في المجتمع بتاعنا، والوازع الديني اللي مش موجود بالنسبة اللي ارتكبت هذه الجريمة بيؤدي الى مثل هذه الجريمة ويؤدي الى تغير الثقافة اللي هي موجودة، بان الثقافة بتكون ثقافة شاذة مش موجودة. مش عايز اقول ان الثقافة غربية، لان الثقافة في جميع الاديان بتنهي عن ان واحدة زي دي تقتل ابنها. الجلسة اللي فاتت تم تحويلها لمستشفى طبعا لاعداد تقرير من الطب النفسي عن حالتها النفسية، لان هي كانت بتدعي ان هي مريضة نفسية تتعالج عند دكتور من السنبلاوين. ايه المتوقع في القضية؟ المتوقع في القضية احنا طبعا القاضي بيدي الدفاع حقه في ان هو يتعامل في القضية. اثنين، ان اللي يبص اصلا على التحقيقات بتاعت النيابه واعترافات المتهمه والاجراءات اللي هي ارتكبتها وان هي الحنكه في اخفاء الجريمه والحنكه في ان هي تروح المستشفى وقالت ان انا كنت رايحه المستشفى عشان ما حدش يشك فيا وما حدش يعمل كذا، والحنكه الاكثر كمان اللي هي بيثبت ان المتهمه كانت بتدبر وتفكر بارتكاب هذه الجريمه بحنكه. لما ظهرت الجريمه قالت ان انا اعترفت بالجريمه مش عشان حاجه، انا اعترفت بالجريمه علشان انا كنت خايفه ياخدوا حد من اهلي ما لهمش ذنب في حاجه. والله يعني هي المتهمه اصلا قالت بالتفاصيل الكامله اللي هي لارتكاب الجريمه وايه سبب كشف الجريمه واعترافها اصلا، يعني كان اعترافها مش عشان هي اخلال باي شيء، لا الاعتراف كان اصلا عشان حمايه لاهلها، بتقول ان انا عشان ما يشيلوش ذنب ان انا ارتكبت هذه الجريمه. حتى انا قالت لما جد الولد يجي واكتشف الجريمه قالت له انتوا اللي عملتوا كده وانتوا اللي اثرتوا على اساس ان الجريمه هي كانت مرتبطه بيها يعني. فده كله يعني ده كله معروف ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق، فالحق باذن الله. من اول لحظه شفنا الجد وشفنا الاسره كلها وهي بيقولوا كلنا ثقه في القضاء العادل، عارفين ان حق مصطفى طفل 4 سنوات يعني راح لربنا، يعني طفل بريء. وقيل ان في بعض من بعض الاهالي ان الولد هو كان سبب كشف جريمه الام، لان هو اللي اخذ التليفون واداه للاسره علشان يجروا مكالمه، وخلال ما كان في ايديهم طبعا شاهدوا بعض الفيديوهات واتصالها ببعض للاسف الاشخاص الاخرين، وده اللي اعترفت بيه في التحقيقات، فانتقمت منه علشان خاطر ان هو كان السبب في كشف جريمتها. هو الجريمه اصلا ديت جريمه في حق المجتمع وجريمه في حق
الأديان، وجريمة في حق الأمومة، وجريمة في حق أهل المجني عليه اللي تم ارتكابه من في حق مصطفى، ده جريمة لنا كلنا. وإن شاء الله القضاء العادل والقصاص هيكون موجود، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيجيب للمصطفى، مش هنقول للمجتمع، لكن هي عايزين نقول حقه إن شاء الله. الأم اعترفت تفصيليا باللي حصل، ثم في النيابة الأم اعترفت بكل الجريمة كاملة، وأختها قالت نفس الكلام، أخت إسراء قالت نفس الكلام، وقالت إن هي أخذت الإشارة، وهي سألتها أخت إسراء قالت إن هي لما راحت لها بعد ما اتقبض عليها راحت لها اسم الشرطة، إسراء اعترفت لها بالتفصيل عن الجريمة زي ما اعترفت في النيابة. إزاي؟ طب عملت إيه؟ لا إسراء قالت لأختها أنا اللي قتلت مصطفى وأنا اللي ارتكبت الجريمة، وده كلام في التحقيق. الكيفية إزاي؟ قتلته إزاي؟ هي قالت بالتحديد إن هي لما أختها حطت مصطفى في الأوضة وثبته، هي متعودة إن مصطفى بيكون وشه اليمة التانية، فحتى جابت سمعت قرآن ودخلت قعدت مع مصطفى شوية وطلعت، وبعد ما عقلت العزم ان هي تموت مصطفى جابت الإشارة بتاع اختها جوه ولفته على رقبة مصطفى وشدت الإشارة، فمصطفى صحي قال لها انت بتعملي فيها كده يا ماما؟ لا اله الا الله. قالت له انا اسفة يا ابني، انا بعمل عشان اهل والدك، هم اللي اضطروني لكده وانا اسفه، ومعلش اشرب ميه. سقته ميه قالت لان هو صعبان عليا فكنت عايز اشربه. صعبان عليها؟ صعبان عليها، ما كنتش تشنقه. انا كنت صعبان عليا فكنت بشرب ميه قبل ما يتوفى، وده كل اللي اعترفت بيه. وقالت حتى ان انا كنت حاطه ايدي على بعد ما ارتكبت الجريمه، حاطه ايدي على ستره علشان اتاكد ان وقع ان هو ياه، يعني كمية من البشاعة، يعني حتى ولا نراها أعزكم الله حتى في الحيوانات. وبعد كده صوت، وبعد كده قلت لهم مصطفى توفى، ورحت معهم للدكتور مش عشان حاجة، عشان أثبت إن أنا أبعد عن نفس التهمة متأثرة. وبعد كده الدكتور قال لا ده في شبهة جنائية، وبناء عليه حبوا يجيبوا أهل الولد، بعتوا واحد لجد الولد الفاجر طبعا، فقال له فراح يجيبه، فيجيب الولد فشال الولد، وهو بيشيل الولد بيشوف الترنج بتاعه لقى فيه حوالين رقبته لقى فيه حز صار زرقان، حز خد الولد وراح مستشفى السنجلاوين، في مستشفى السنجلاوين قالوا لها الولد مخنوق ومتوفي. هي قالت ان انا كنت هنا اتهموا الام، جد وجه الاتهام للام، هنا كانت بتقول ان انا كنت بعيط على اساس ما حدش يشك فيه وانا في السنجلاوين، وبعد كده البحث كده وخلصت. بس ده كل اللي حصل، وده كل اللي حصل. لكن متوقع ان شاء الله ان هو القصاص العادي، ادله الثبوت في الجنايه ثابته، الاب الجد موجود، واعترافات المتهمه، تقرير الطب الشرعي توائم مع اعترافات المتهمه، تمام، تقرير البحث الجنائي توائم مع اعترافات المتهمه، وده كله كان ثابت في الجنايه. تمام، بنشكر حضرتك سياده المستشار. القضاء العادل هيجيب لنا ان شاء الله بامر الله. ما زلنا معاكم متابعينا الاعزاء مع الجد، شايفين طبعا زي المثل ما بيقول اعز الولد ولد الولد. من اول يوم في الواقع وكنا اول موقع نصور ابو كبير ميديا مع الجد، ومع ظهور الجده والاب والعيله. الابتسامه بتاع الولا لما بتشوف صورته بيتكلموا بتقول له ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا بنت حواء وادم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا بنت حواء وادم، يتعمل فيك زي ما عملت فيه، النبي عليك يتعمل فيك زي ما عملت فيه، يحيل عليك اللي اقوى منك، يحيل عليك ربنا. شايفين يا جماعه الملامح البريئه الجميله، كان طفل 4 سنوات لكنه كان بيلاغي الكل، ابن موت زي ما بيقولوا، قلت لي كانت روحي فيه، روحي بس، كان هو روح البيت، كان بيلاغي الكل، ده كان عارف الناس اللي بتمشي في الشارع، وعارف اللي ايه اللي صاحب ابوه، ويقول له تعالى يا عم تعالى بابا سلم عليه، يلاقي اي واحد تاني ماشي في الشارع يقول له تعالى. يوم الجمعة، اي يوم الجمعة كنت باخده معايا، قالوا لنا كان بيدخل الجامع، كنت باخده معايا جد يسمع القرآن، يقول لي يلا يا جد، اقول له فين يا مصطفى؟ صلي، يلا نروح نصلي، البسه الجلابية البيضاء
وخليها على سنجة 10. قلبه كان متعلق بالصلاة من صغره. بالصلاة. من صغره. قلبه كان متعلق بالصلاة والله من صغره. كنت النهاردة بخش الجامع بشوف الأطفال مع أهليها بيجيلي ما بقدرش أقوم من مكاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بشوف الطفل مع جده ولا مع أبوه ونفس الخامة ونفس الجمشة. في نفس السن انت بتزعل. في نفس السن بزعل في نفسي. كنت بغير الجامع اللي هو كان بحبه ما خلاص. لكن هي مش مريضه نفسيا، ده اللي احنا بناكد منه. الناس اللي مش فاهمه حاجه يا جماعه، ام انتقمت من اسره زوجها ومن زوجها بعد ما تم ضبط بعض الفيديوهات الخارجه على تليفونها، انهت حياه ابنها خنقا بعد ما غضبت عند بيت والدها، انتقمت منهم وانهت حياه ابنها الجميل ده خنقا باشارب، ثم كتمت انفاسه بخداديه علشان تتاكد من وفاه ابنها. مين اللي صدق ان ام تعمل في ضناها كده؟ مفيش والله العظيم. ثلاثة الحيوانات بتخاف على عيالها زي ما تقول تقول. والله والله ده القطة عدت بعيالها البحر، عدت بهم البحر. صح. مانيش عارف اقول، والله ما انا عارف اقول على دي ايه، شيطانة عفريتة مش عارف، كانت وجعة سودة ومسودة. النهاردة انت شفتها يا حاج خلال الجلسة الاولى؟ ما شفتهاش نهائي ولا عايز اشوف. ولا شفتها ولا عايز اشوف. هشوف ايه؟ انت شفتها خلال الجلسة اللي فاتت وهي كانت بتدعي الجنون او بتدعي انها مريضة نفسية. ما هو لازم كلمتها وجهت لها كلمات؟ قلت لها حاجة؟ ما قلتش لها اي حاجة ولا شفتيها. انا شفتها وهي ماشية في الترجة بس، اما لا كلمتها ولا عايز اكلمها ولا عايز اشوف. هكلم ايه؟ هكلم ايه اللي قتلك اعز حاجة فينا دي؟ بتطالب بايه النهاردة يا حاج؟ هطالب بالقصاص العادي اللي يجيب لحقنا وحق الطفل ده. البريء الحلو ده. تمام، ربنا يصبر قلبك وان شاء الله كلنا ثقة في القضاء العادل. اللهم امين. وحق مصطفى هيرجع. عاوزة لحق الطفل ده هوت ويتعمل فيها الاعدام شوية عليه. تمام. اقسم بالله الاعدام شوية عليه. تمام. بشكر حضرتك، بشكركم جدا متابعينا الاعزاء، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. كنت معكم انا حسناء رفعت من امام محكمه جنايات المنصوره، والقضيه اللي هزت الراي العام طبعا قضيه مقتل الطفل مصطفى الجميل 4 سنوات على يد والدته، بعد ما تجردت من مشاعر الانسانيه والامومه والرحمه اللي معروف بيها الام حتى لو في الحيوانات. زي ما بيقولوا القطه لو حد جه على ابنها او صغرها بتخربشه، بتدافع عن ابنها، انما الام دي انتقمت من اهل جوزها بعد ما تم ضبط بعض الفيديوهات الخارجه على تليفونها وغضبت وخلاص تيقنت ان هيكون انفصال، قالت هحرق قلبكم على ابنكم، وخلصت على ابنها بايديها خنقا بشرب، ثم اكملت والنهايه حطت على انفاسه واطبقت على انفاسه بخداديه حتى تيقنت من وفاته، وادعت ان هي زعلانه وبتعيط ان هو مات اثر دور سخونيه، لكن الجد اكتشف الجريمه وتم طبعا اخذ اقوالها واعترفت في التحقيقات، لكن خلال جلسات قالت انا كنت مريضه نفسيا وبتعالج عند دكتور، وكطبعا المحكمه لازم تدي ليها تعطي لها حق الدفاع عن نفسها، لكن طبعا طلبت بعمل تقرير من مستشفى العباسيه، والمفروض ان جلستها كانت النهارده لكن تم تاجيلها لبعد غدا ان شاء الله. بشكركم جدا والسلام عليكم. شكرا لحضرتك يا حاج وان شاء الله حق مراجعه.